أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من Tips and Tricks بالعربي. في هذا الفيديو حنتعلم كيف نستعمل الاندستريال جرافيكس بقلب الأفيفا إتش. أول شغلة بدي أعملها أني أعمل إمبورت للاندستريال جرافيك لايبريز. كيف؟ من قلب الأفيفا إتش ستوديو بالبروجكت إكسبلورر بروح على الجرافيكس تاب، بشوف هون عندي اندستريال جرافيك سيمبلز، بفقص رايت كليك وبعمل إمبورت لايبريز. عندي two options، عندي الindustrial graphic symbol library وعندي situational awareness library. وعندي option كتير مهم اني انا اذا كان عندي file AAPKG file من قلب system platform بقدر من هوني افقص وفتش عليه من هون واعمل له import على Aviva Edge، فهالشي بيخولني اني استعمل السيمبلز تبعون system platform بقلب Aviva Edge. انا هلا هون حاعمل import لل A situation awareness library، حافظ اوكي. هيدا الشيء بياخذ few seconds كرمال ينعمل import. فمثل ما شايفين هون عم تعطيني اسم ال industrial graphic وعم تعطيني انها successful وقت اللي عم تعمل لها import بطريقه ناجحه. بس يخلص ال import نهائيا بيعطيني finished، انا بقدر اعمل close لهيدا الديالوج box، بيكون كل ال library انعمل لها import لقلب ال Aviva Edge. تمام، هلأ منسكر هون، بس نعمل نفقص هون expand منلاقي انه كل هولي اللايبرري صارت موجودة اني انا استعملها. هلأ كرمال انا استعمل industrial graphics بدي اضطر اني يا اما هون اخلق symbol، فانا بقدر اعمل my own tool set، فبقدر اعمل my own tool set واعمل create لmy own symbol وبقدر استعمله. كرمال فرجي الاندستريال جرافيكس على سكرينز بدي اضطر اني اعمل اندستريال جرافيكس سكرين، لانه الليجاسي سكرينز ما بقدر احط بقلبهم اندستريال جرافيك. فهون بفقص اوكي بيفتح عندي اوتوماتيكلي بس اعمل كرييت لهيدا سكرين السمبل اديتور. فبدي بلش هون اعمل نيو جرافيك. هون هاستعمل انا هون السيتويشن اويرنس اس اي ميترز. اوكي هغير وحط هون ليفل، عندي انا ليفل ووتر ليفل بقلب المصنع بدي اعمل لها تراكينج. فهون بفقص رايت كليك بعمل سبستيتيوت سترينج. انا الانجينيرنج يونت هون ححطها جالونز، ححط الليبل هون ليفل. بس خلص بدي اعمل ريفرنسينج، فبروح على الكوستيوم بروبرتيز. هون بقلب الكوستيوم بروبرتي بدي احط هون الليفل تاج. انا خالقه قبل ليفل تاج بقلب الأفيفا إتش، فهون بدي روح على الإتش تاج براوزر. هيدي الأوبشن فعليا ما كانت موجودة بال 2020، هلأ موجودة صارت بال 2020 R2، أني أنا بقدر من قلب السمبل أديتور أقدر أعمل براوزينج لل إتش تاج. فهون بنقي الليفل يلي أنا خلقتها قبل، وبدي حط أنا هوني اليونت ماكس يلي هي 100، بدي حط غير اليونت من يلي هي 0. بعد ما خلص بفقص سيف اند كلوز. هلا انا بصير ريدي اني استعمل هيدا الاندستري جرافيكس، بس قبل بدي غير شويه اوبشنز بالفيور. بدي غير التايتل بار، خليها بروجكت نيم، مينيمايز ماكسمايز كلوز. حفرجي انا المنيو اوكي كرمال فرجي الداتا سباي، وحاعمل لها ران للبروجكت. مجرد ما اعمل ران للبروجكت بيفتح عندي هيدا هون مثل ما كن شايفين. هبلش انا غير الليفل كرميل جرب، هحط هون مثلا 100، هشوف انه الليفل صار على الماكسيموم، هحط 50، هشوف انه تعبى الليفل للنص. فهيك بكون انا تعلمت كيف بستعمل الاندستريال جرافيك لايبرري، بالذات السيتويشنال اويرنس لايبرري. انتظرونا بفيديوهات جديدة من Tips and Tricks بالعربي.